مساء الخير مشاهدينا الكرام، في كل ربوع مصر والعالم العربي نحييكم من قناة النيل للأخبار من قلب القاهرة في حلقة جديدة من برنامج من القاهرة. نتناول بالرأي والتحليل أهم الموضوعات التي تشغل بال المصريين وأيضا مختلف القضايا المثارة سواء في الشارع المصري وكذلك في الشارع العربي. البداية كالمعتاد بهذه الإطلالة الإخبارية السريعة حول أبرز وأهم أحداث اليوم. نبدأها أيضا بهذا الخبر الذي استحوذ على اهتمام الشارع العربي، حيث أعلنت الرئاسة التونسية اليوم وفاة الرئيس الباجة قايد السبسي عن عمر ناهز 92 عاما بعد ساعات من دخوله وحدة العناية الفائقة في المستشفى، فيما أوقف التلفزيون التونسي برامجه وبدأ في بث آيات من القرآن الكريم. يعد السبسي المخضرم في دنيا السياسة ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. وجاءت وفاة الرئيس التونسي الباجة قايد السبسي لتسدل الستار على مسيرة سياسية حافلة قادها الرجل امتدت لأكثر من نصف قرن، حيث شغل خلالها العديد من المناصب البارزة وعمل أيضا على الحفاظ على كيان الدولة التونسية وترسيخ المسار الديمقراطي وتكريس روح التوافق الوطني والدفاع عن هيبة الدولة التونسية. يرحم الله الفقيد. تأتي هذه التطورات بينما أدى رئيس البرلمان التونسي القسم رئيسا مؤقتا للبلاد في الوقت الذي أعلن فيه رئيس هيئة الانتخابات في تونس أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية الذي كان مقررا له في 17 من نوفمبر وفقا للدستور الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون 3 أشهر. للمزيد من المتابعة لهذا الخبر المهم أرحب بضيفي الكريم الأستاذ الجامعي القاسمي المحلل السياسي التونسي. أهلا بك أستاذ جامعي. البقاء لله أولا في الرئيس التونسي الراحل رحمه الله رحمة واسعة، ثم أسألك كيف تبدو يعني يبدو حال الشارع التونسي الآن؟ نعم، برأيك أي القوى السياسية الآن في الشارع التونسي أو على الساحة السياسية التونسية مؤهلة أن تشغل هذا المنصب؟ شكرا جزيلا الأستاذ الجامعي القاسمي المحلل السياسي التونسي متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الإثيوبية الذي نقل رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد معبرا فيها عن خالص تحياته للرئيس السيسي ومؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية فضلا عن تعزيز أواصر الصداقة مع مصر. وفيما يتعلق بقضية سد النهضة نقل وزير الخارجية الإثيوبي تأكيد رئيس الوزراء بالاهتمام والعزم على استئناف مسار المفاوضات الثلاثية التي تجمع كل من إثيوبيا ومصر والسودان
وذلك لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بينهم والخاص بسد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة. من جانبه نقل الرئيس السيسي خلال اللقاء تحياته لرئيس الوزراء الإثيوبي معربا عن التطلع للارتقاء بالجوانب المتعددة للمشاركة الثنائية بين الجانبين، ومشددا على التوصل إلى إجراءات عملية لبلورة الاتفاق بشأن السد. أيضا من ضمن الأخبار المرتبطة بجانب من تطورات الشأن المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بقصر المنتزه بالإسكندرية رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط. كما استقبل السيسي وزير الطاقة الأمريكي وأكد على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية مع الولايات المتحدة بمختلف جوانبها، بما في ذلك التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر المنتزه بالإسكندرية السادة الوزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالمشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، مشيرا سيادته إلى خصوصية المنطقة الجغرافية للمنتدى، وذلك عقب اكتشافات الغاز بها في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز، وبالتالي تحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية حقيقية لصالح الشعوب والأجيال القادمة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ريك باري وزير الطاقة الأمريكي، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. نبقى قليلا مع شأن المصري، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة الارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية ضمن تكليفات السيد رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري. كما دشن مدبولي 15 أتوبيسا كهربائيا للعمل بمحافظة الإسكندرية في إطار الجولة التفقدية لرئيس مجلس الوزراء في محافظة الإسكندرية للوقوف على حجم الإنجاز في المشروعات القومية المختلفة التي تنفذ هناك. خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية لتفقده سير العمل بالمشروعات المختلفة، استهلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بزيارة لإحدى مصانع المفروشات والأقمشة بالمنطقة الاستثمارية الحرة بالعامرية. كما تفقد رئيس الوزراء مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، وهو أحد المجمعات الصناعية التي سيتم طرحها تباعا في إطار خطة الدولة للاهتمام بالصناعة. كما تفقد مشروع وحدتي تحسين النافتة بالعامل المساعد بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير لإنتاج الجازولين. مشروع مهم جدا، يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم به جدا، وهو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، ال 13 مجمع اللي بيبقى فيهم 4500 مصنع. زرنا مجموعة المصانع اللي يعني انتهت الحمد لله بالكامل في منطقة مرغم، عندنا 204 مصنع تم الانتهاء منهم بالكامل وجاهزين فعلا للطرح، وإن شاء الله يطرحوا في خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين على الأكثر لأهالي الإسكندرية. كما تفقد مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى العجمي العام الذي وصلت تكلفة إنشائه 350 مليون جنيه. مشروعات تطوير المناطق الآمنة من أفضل المشروعات التي نفذتها الدولة لأهالينا البسطاء، هذا ما أكده رئيس الوزراء خلال تفقده لمشروعات بشائر الخير بالإسكندرية. هذا المشروع العملاق هيبقى بينتهي ان احنا نكون انشأنا ما يقرب من 38 ألف وحدة إسكان، هدفهم هو نقل سكان المناطق الخطرة والغير آمنة في اسكندرية لمنطقة طبعا حضرية، حضراتكم شفتم المستوى العظيم اللي موجودة في هذه الوحدات، بحيث ان شاء الله اسكندرية تكون مدينة ايضا مع انتهاء هذه المشروعات بدون اي مناطق خطرة وغير آمنة. كما تابع رئيس الوزراء موقف تنفيذ مشروع تطوير محور المحمودية بالاسكندرية، مؤكدا أهمية هذا المشروع الحيوي لما سيسهم به في تدعيم السياحة الداخلية.
تفقدنا طبعا المشروع الامل، مشروع محور المحموديه، وشفنا طبعا حجم التنميه الكبيره اللي بتتم فيه ان شاء الله، وبرده باذن الله هذا المشروع هيدخل الخدمه خلال هذا العام. يعني الحقيقه مشروعات كبيره جدا في مدينه اسكندريه. وفي ختام جولته لمحافظه الاسكندريه، التقى رئيس الوزراء بالقيادات التنفيذيه واعضاء النواب بالمحافظه للتعرف على اهم المشكلات التي تواجه المواطنين، ووجه بضروره ايجاد حلول لها. حكومة تتحدى الزمن في تنفيذ المشروعات في المجالات المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وجولات ميدانية في المحافظات المختلفة للوقوف على أهم المشكلات التي ربما قد تعوق تنفيذ تلك المشروعات، ووضع حلول سريعة وجذرية لها حتى يتم تنفيذها في المواعيد المحددة. من داخل إحدى المشروعات السكنية بمحافظة الإسكندرية، أحمد أبو الحسن، النيل. وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أعلنت الانتهاء التام من تنفيذ 1590 مشروع بتكلفة كلية بلغت 395 مليار جنيه خلال 9 أشهر الأولى من عام 2018-2019، وذلك بمعدل 18 مشروعا يوميا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المشروعات المنفذة خلال الربع الثالث فقط من عام 2018-2019 بلغ 413 مشروعا بتكلفة وصلت إلى 82.1 مليار جنيه. وأوضحت وزارة التخطيط في تقرير لها اليوم حول نتائج المشروعات المنفذة خلال الربع الثالث من العام 2018-2019، وأيضا 9 أشهر الأولى منه، تحت عنوان حصاد مرحلة البناء في 90 يوما في جميع القطاعات. أوضحت الوزارة حرصها على الرصد ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية المستهدفة المختلفة، موضحة أن التقرير يعكس حرص الحكومة على إعلاء مبدأ شفافية متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلتزم بتنفيذها سنويا. نبقى قليلا مع شأن المصري، وفي مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت وزارة الزراعة عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.4 مليون طن حتى الآن خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 24 من شهر يوليو الحالي. الوزارة أكدت أن الصادرات بلغت 4,445,100 طن من المنتجات الزراعية المختلفة، بزيادة وصلت إلى 582,912 طنا عن نفس المدة من العام الماضي. وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة. يتجلى تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية بمعناها الحقيقي في الوقت الراهن في مواصلة الدولة المصرية العمل على مدار الساعة من أجل تحقيق الحياة الكريمة لساكني العشوائيات. حي الأسمرات واحد من عشرات الأحياء اللائقة التي تقيمها الدولة لنقل قاطني العشوائيات للحياة فيها. الحي استكمل حاليا ويستكمل تسكين أكثر من 7,000 أسرة في مرحلته الثالثة. مراسلنا محمد العارف عايش الوضع عن قرب في حي الأسمرات وعد لنا تفاصيل كثيرة في سياق التقرير التالي. تقاس النقلات الحضارية في كل دولة بمدى الارتقاء بمواطنيها تعليميا وصحيا ومن حيث توفير المأوى المناسب لمن كانوا يعيشون على حافة الموت في المناطق العشوائية وأصبحوا يعيشون الآن في مناطق تليق بالإنسان. تجربة الاقتراب مما يحدث في ملف القضاء على العشوائيات تستحق الجهد والعرق بحجم ما يتم في هذا الملف من إنقاذ للمواطن الذي ظل لمدة طويلة يعيش في هذه المناطق دون أن يشعر بأبجديات الحياة. حي الأسمرات واحد من مئات المشروعات السكنية الحديثة التي تنشئها الدولة حاليا للمواطنين الذين يقطنون العشوائيات. قمنا بزيارة إلى الحي والتقينا عددا من المواطنين الذين بدأوا الانتقال من 8 مناطق غير آمنة للعيش في مرحلته الثالثة للتعرف على حياتهم الجديدة. احنا كنا ساكنين في الكشك بتاعت أبو السعود في بيوت أهالي،
وكان قدامنا المدابغ وكان حي وحش، والحمد لله ربنا أكرمنا واستلمنا هنا في حي الأسمرات، وكل حاجة متاحة هنا. أنا كنت جاية ما عنديش أي حاجة خالص، أنا كنت جاية بشنطة هدومي، كانش عندي أي حاجة. جيت لقيت سفرة ولقيت أوضة نوم أطفال وأوضة نوم كبير وأنتريه وسفرة وغسالة وبوتاجاز وتلاجة، وادوني شاشة وادوني غسالة وادوني سخان وليسيفر. ولأن تجريب الشيء هو أفضل دليل لمعرفته، فإن الكثير من سكان المناطق العشوائية بدأوا يتوجهون لحي الأسمرات ضواعية للانتقال للعيش فيه بعدما شاهدوا بأعينهم مستوى السكن وحجم الخدمات المقدمة. عندنا الحمد لله الناس بتيجي من الأماكن اللي هتزال، بتيجي تسأل الأسمرات شكلها إيه، فبيجوا بيشوفوا الوضع بيخفف علينا وطأة الإزالة في الأماكن اللي احنا بنشيلها، وده حقيقي. لما بيجوا يشوفوا المكان ولقوا الفرش ولقوا الدنيا مظبوطة بيسهلوا علينا عملية الإزالة في الأماكن اللي شغالين فيها. وبالإضافة إلى هذه المميزات، تشتمل المرحلة الثالثة في حي الأسمرات على مزايا أخرى كوجود مصعد في كل عمارة كاملة المرافق. تحيا مصر 3 أو الأسمرات 3 نموذج، ما فيش سكن اجتماعي في مصر كلها بدروم وأرض وتسعة. النهاردة 10 أدوار، العمارة الواحدة ب60 شقة، بمجمل 124 عمارة، بإجمالي 7304 وحدة سكنية بالأسانسير وكاملة المرافق بكل شيء. أسمرات 1 و2 هي تم الانتهاء من تسكينها تماما ب11000 وحدة سكنية، بيتلقوا من عندنا الكلام ده، بدأنا انتقال لهم للأسر من تاريخ 30/6/2016، وبدأوا يتلقوا الخدمات بتاعتهم كلها من داخل الأسمرات. وتأتي الجهود التي تتم في حي الأسمرات وغيره من المشاريع كروضة السيدة وغيط العنب ضمن خطة طموحة تتبناها الدولة للقضاء على المناطق الغير آمنة كمرحلة أولى والمناطق الغير مخططة كمرحلة ثانية. خدنا توجيهات من السيد رئيس الجمهورية ان احنا ان شاء الله على نهاية السنة دي نكون قضينا على 357 منطقة الغير آمن، اللي احنا بنقول اللي هم بيمثلوا 1% من العمران، بخلاف المناطق العشوائية الغير مخططة. الغير مخطط ده 20-30، لان ده احنا الغير مخطط بيمثل 40% من العمران في مصر. احنا حوالي 165,000 فدان ده غير مخطط، فرقم ضخم جدا محتاج تدخل كبير جدا. احنا زي ما قلت حيك الغير آمن هيكلفنا حوالي 30 مليار، الغير مخطط الميزانية المبدئية المحطوطة ليه 350 مليار. الخدمات في حي الأسمرات متوفرة على أفضل مستوى، حيث يضم الحي في مراحله الثلاث العديد من منافذ البيع للمواطنين كالأسواق الحديثة والمجمعات التجارية ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والتموين ومخبز يعمل بطاقة مليون رغيف يوميا، بالإضافة إلى مكاتب الشهر العقاري والسجل المدني. كما يضم المشروع ملاعب حديثة ودور عبادة وثلاث مدارس وخمس وحدات طبية ودور للحضانة. من حي الأسمرات 3، محمد العارف، النيل. من الأخبار السعيدة والتي أسعدت جموع المصريين اليوم، هذا الخبر الرياضي، حيث تأهل منتخب مصر لكرة اليد تحت 21 سنة للنصف نهائي بطولة العالم للشباب المقامة حاليا بإسبانيا، والمنتظر أن تستمر فعالياتها حتى الأحد القادم. مصر تأهلت لهذا الدور عقب الفوز على النرويج بنتيجة 29-27 في مباراة رائعة جمعت بين الفريقين اليوم. الشوط الأول تقدم المنتخب النرويجي على المنتخب المصري بنتيجة 14-12، أما في الشوط الثاني فقد تحسن أداء المنتخب المصري وتمكن من تحقيق التعادل في بعض فترات المباراة، ثم التقدم على المنتخب النرويجي والحفاظ على هذا التقدم لتنتهي المباراة بفوز مصر بنتيجة 29-27 وتأهل مصر لنصف نهائي البطولة. أيضا من ضمن الأخبار المرتبطة بهذه البطولة، فرنسا تأهلت لنفس الدور عقب فوزها على الدنمارك بنتيجة 35-32، وستحصل جميع الفرق على راحة غدا الجمعة على أن تقام مباراة نصف النهائي بعد غد السبت. كل التهاني طبعا لينا كمصريين وللفريق والقائمين عليه سواء الإداريين واللاعبين. للمزيد من المتابعة رحب بضيفنا الكريم الذي انضم لينا عبر الهاتف، مهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد. أهلا بك أستاذ هشام. أهلا وسهلا بحضرتك، مبروك لينا ومبروك لمصر، ويا رب دايما نحاول نسعد المصريين بالمستوى بتاع كرة اليد بصفة عامة. أكيد يا فندم، ولازم برضو نبارك لحضرتك على هذا الإنجاز، لأنه يقينا الإدارة الناجحة بتحقق هذا النجاح، وإن كان النجاح طبعا له أكثر من أب، لكن بشكل أساسي ورئيسي فكرة الإدارة نفسها بتكون هي الخط الرئيسي أو العمود
الفقري، فتهانينا لحضرتك الوصول إلى هذه المرحلة وهذا الإنجاز. أنا ببقى سعيد وفخور بأن أنا بتعامل بالعمل الجماعي في اتحاد كرة اليد، كلنا إيد واحدة. نعم. كلنا الناس عندها تواضع وعندها إنكارزات، كلنا بنتعاون، كل واحد عنده حتة متخصصة بيفهم فيها بيبدع فيها، فالنتيجة زي ما حضرتك بتشوف كده. تمام. الكرة اليد يا أستاذ هشام يعني واضح أنه هي برضو ليها جماهيرية، صحيح مش قوية ولكنها ربما تأتي في مرحلة تانية بعد كرة القدم أعتقد، يعني بدأ الناس يلتفتوا للعبة كرة اليد والجماليات اللي فيها، ولا حضرتك شايف انتشارها ازاي؟ الكلام ده ما بيجيش من فراغ، الحمد لله كرة اليد ليها باع طويل من قديم الأزل. أي نعم بتطلع وتنزل شوية، لكن ستيل هي اللعبة التانية اللي المصريين كلهم بيحبوها. ده نابع من النتائج الكويسة اللي بيعملها الفريدة، وحظنا دايما الحمد لله ان النتائج الجميلة دي بتحصل في احلك الظروف اللي بيحصل فيها شوية احباط في الرياضة بصفة عامة في مصر، تيجي كرة اليد تعيد البسمة للمصريين، وده الحمد لله احنا دايما على العهد في الانجازات ديت ان شاء الله، وربنا يتمها على خير ونكلل بميدالية بقى في اليومين الجايين دول ان شاء الله. ان شاء الله. طيب تقييمك ليه للفريق، يعني انت شايف الفريق ازاي، وخصوصا ان هو طبعا شباب لسه صغير تحت 21 سنه. انا سعيد بيهم ولادنا واولاد مصر. عايز اقول لحضرتك ان الفرقه دي فيها اربعه اصغر من سنهم، من المنتخب ده منتخب 98، في اربعه منهم مواليد 2000، يعني لسه كمان اصغر من مرحلتهم الفنيه دي، وبيأدوا اداء عالي جدا. ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي اكثر من وجه في من الفريق ده في كاس العالم 2021 الكبار اللي موجود في مصر هنا ان شاء الله. لكن الاهم ربما برضو اللي ممكن احنا نوصل له في التجربه دي، فكره انه شباب مع سن صغير استطاع تحقيق انجاز بهذا القدر او المستوى يا باشمهندس هشام، ولعله دي الرساله اللي انا حابب اكد عليها، انه فكره مش هقول مستحيل ولكن صنع المعجزات او صنع النجاحات او الانجازات ممكن مع الاراده حتى لو كان سنه صغير. يعني النهارده من اصعب الماتشات اللي انا اتفرجت عليها في الفتره الاخرانيه، احنا كنا خسرانين المباراه ووصل فرق 4 للنرويج، لكن ثبات انفعالي عند الولاد، ثبات انفعالي من المدرب. ازاي؟ انا عايز اقول لحضرتك ان المواقع الاجنبيه منزله لقطه للكابتن طارق محروس وهو بيوجه لعبته بجمل رائعه حفزت منهم، فعلا قلبت من طريقه لعبهم وقدروا يرجعوا تاني ويفوزوا بالمباراه. ده طبعا مدرب مصري طبعا باشمهندس، مصري مصري مصري. احنا عندنا خلطه ما بين المدربين المصريين اللي احنا بنعتز بيهم، لكن في مبدا حاليا في الاتحاد بنتابعه، احنا مش عايزين مدرب اجنبي لمجرد مدرب اجنبي وخلاص، لكن خلينا برضو نعترف ان اوروبا ما زالت متقدمه عندنا في الامكانيات الرياضيه والفكر الرياضي، عندهم احدث شيء، فاحنا عندنا فكر ان احنا مثلا ما بنقولش كل سنه نجيب مدرب اجنبي وخلاص لمجرد ان احنا يبقى عندنا مدرب اجنبي، لا، مصر في الهاندبول بتجيب مثلا كل 10 سنين زي ما حضرتك بينزل مكنه في مصنع موديل جديد. تمام. حضرتك لازم تحدث الفكر اللي عندك، انك تجيب واحد يعلم، وبنزق معاه مدربين مصريين شباب جداد يمسكوا مصر بعد الراجل ده ما يمشي، يمسكوها 10 سنين 15 سنه. ومره تانية كل فتره لازم تجدد فكر التدريب. مره تانية هنا لازم احييك على الفكره دي، لانها فعلا فكره رائعه، فكره نقل الخبرات بالشكل السلس اللي حضرتك بتشير اليه ده. يعني احنا مدرب الفريق الاول وصل من 3 ايام، مدرب الفريق الاول بطل اوروبا في كرة اليد وصل من 3 ايام، وابتدى ثاني يوم على طول مع الفريق الاول بيجهز عشان البطولات القادمة ان شاء الله. معلش الوقت محدود يا باشمهندس، ففي كام سؤال كده هسألهم لحضرتك بسرعة، وان كنا طبعا محتاجين نشرف بحضرتك هنا في الاستوديو ان شاء الله، وان شاء الله نشرف بيك بعد ما يعني الابطال يحققوا مركز جيد ورائع ان شاء الله في البطوله، نتمنى ان هم يحققوا البطوله ان شاء الله، ان نستضيف حضرتك وبعض من نجوم المنتخب. لكن انا هعيدك لنقطه البدايه، ودي نقطه برضو مهمه نتكلم عنها سريعا دلوقتي لحد لما نتقابل، فكره شعبيه كره اليد وانتشارها، هل ده بيتطلب ان انتوا كاتحاد تكونوا معنيين بفكره ممارسه اللعبه؟
انه شعب او قطاعات من الناس لازم تمارس اللعبه دي؟ احنا بنحاول في اطار امكانياتنا المحدوده، وحضرتك تعلم هذا الموضوع، بنحاول ننشر اللعبه وهي منتشره اوريدي. احنا عندنا في الجمعيه العموميه بتاعه الاتحاد حوالي حاجه و80 نادي ليهم حق التصويت، دول منتشرين في مصر من اسوان لحد اسكندريه، لكن طبعا نطمح ان يعني يبقى عندنا عدد اكبر من الممارسين لكره اليد. الموضوع ده محتاج طبعا تخطيط ومحتاج امكانيات ماديه كثيره. البلان موجود، بس عايزين الدعم وتبتدي الشركات السبونسر انها تراعينا في الموضوع ده وتبقى داعم لينا في نشر اللعبه. بس هي لعبه مش من السهل ممارستها في اي مكان، يعني مثلا كره القدم من السهل في اي مكان يعني يتقسم فريقين وتتلعب الكوره. هل نفس القصه ممكن بالنسبه لكره اليد؟ يا فندم ملعب كره اليد هو اللي بيتلعب عليه كره القدم الخماسيه في الصالات. احنا بالعكس، احنا الملعب بتاعنا كرة القدم هي اللي بتيجي تلعب عندنا. تمام. طيب احنا كده ان شاء الله في يوم السبت ان شاء الله هنقابل مين؟ فرنسا؟ فرنسا الساعة 6 ان شاء الله يوم السبت. طيب طبعا جموع المصريين طبعا مدعوون لمتابعة المباراة المهمة ديت، ومؤازرة المنتخب المصري بأي شكل من الأشكال. أضعف الإيمان الدعوات طبعا بالتوفيق. ان شاء الله لو وفقنا في هذا الدور هنقابل مين يا باشمهندس؟ لسه بقى الناحية التانية في لقاءات عنيفة جدا هتعرف نتيجتها قريب، هي هتخلص قريب بالنهاردة يعني إن شاء الله. نعرف بالضبط المجموعة الثانية. تمام، كل توفيق نتمنى لحضرتك والمنتخب، وخالص شكر لوجود حضرتك معنا مهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، شكرا جزيلا لك. أيضا لمتابعة هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا نرحب بضيفنا الكريم الذي انضم لنا عبر الهاتف، كابتن عفت رشاد المحاضر الدولي رئيس لجنة المدربين للاتحادين العربي والمصري لكرة اليد، رئيس اللجنة الفنية لاتحاد كرة اليد. أهلا بيك كابتن عفت. أهلا بيك يا فندم. معلش تأخرنا عليك شوية في التليفون، بس كان لازم نكلم الباشمهندس هشام، ومهم برضو أعرف رأي حضرتك في هذا الإنجاز الذي تحقق من فريق كرة اليد تحت 21 سنة. طبعا يعني انا في قمه السعاده، والحمد لله زي ما تفضل رئيس الاتحاد المهندس هشام نصر قال ان العمل الجماعي في الاتحاد، والاتحاد كل فعلا واحد فينا واخد جزء تخصصي. الحمد لله هذا الفريق يعني انا في تقديري من افضل الفرق اللي مرت في تاريخ اللعبه في مصر، لان جميع المراكز عندنا ما شاء الله الاجنحه شغاله كويس جدا، الدايره شغال، الخط الخلفي كله بيهدف. تمام. كنا دائما بيبقى عندنا نقص في الاجنحه مثلا، او نقص في لاعب او لاعبين في الخط الخلفي، انما الحمد لله الفريق اجسامه تم انتقائها بشكل جيد جدا من البدايه، ومر بمراحل، ولجنه الفرق القوميه عملت له اعداد جيد جدا في الاحتكاك سواء المحلي او الخارجي، ولجنه المسابقات ايضا. كل ده يعني النتيجه اللي حضرتك شايفها دي نتيجه لتضافر جهود كبيره جدا في العمل. لكن حضرتك اشرت الى جوده او روعه الانتقاء العناصر، ده هيقودنا مباشره للحديث عن الجهاز الفني برضو بحاجه لمعرفه راي حضرتك فيه. يمكن الباشمهندس هشام اثنى عليه ثناء حسنا. يعني انا كرئيس لجنه مدربين بقول لحضرتك في قمه السعاده ان الانجاز دوت صناعه مصريه 100%. يعني الجهاز الفني كله والاداري والطبي مصري، وتم انتقائه على احسن مستوى، واللاعبين كلهم طبعا مصريين، والحمد لله ده برضو جهد المدربين في الانديه وجهد الاتحاد بكامل مؤسساته. تمام. او بكامل لجانه. حضرتك برضو النقطة اللي اتفضلت فيها مع المهندس هشام وبالنسبة لاتساع القاعدة، طبعا احنا عندنا اكثر من في الدورة الصيفية والشتوية لكرة اليد المصغرة تحت 12 سنة وتحت 10 سنين وتحت 8 سنين، عندنا اكثر من 4000 لاعب ولاعبة. ده كل دول البداية، ومن هنا بتبدأ البطولة. تمام. يعني اذا الاعداد جيد في المراحل السنية في كرة اليد المصغرة بيبدا يستمر الولد على مراحل، وكل مرحله بتديله خبرات اكتر. تمام. نفس القصه، الجهاز بالكامل كله مصري الحمد لله، ده شيء يسعدني جدا. وانما احنا دائما بنقول المدرب ليس بجنسيته، مدرب بكفاءته،
ولا مانع ابدا. بس طبعا بنسعد اكتر لما بكون مصري او الانجاز ده بيتحقق بعقول وايدي مصريه. الحمد لله والتخطيط كله مصري بفضل الله سبحانه وتعالى، وبرضه ما عندناش العقد ان احنا نستعين باجنبي يكون على مستوى يفيد اللعبه زي ما اتفضل المهندس هشام. كل فتره من 10 سنين مثلا بنستعين بمدرب زي قبل كده كان باول تيدمان وبعدين زوران، كل دول اتحطوا بصمات ما حدش ينكرها يعني. بس الباشمهندس اشار لللفته مهمه جدا، قال ان احنا بنحط حواليه عناصر واعده في دنيا التدريب يتعلموا منه او يستقوا من الخبره اللي انتوا او اللي مصر بتستخدمها للتدريب في المجال ده. يعني شوف يا سيد الفاضل، المساعدين للمدرب عندنا الكابتن حسين زكي كان احسن لاعب في العالم في منتخب الشباب سنه 99 وخد ثالث عالم على مستوى الشباب، حاليا هو مساعد مدرب. والكابتن هاني الفخراني ايضا لاعب خدم اللعبه على مستوى المنتخب الاول ومنتخب الشباب ايضا. فالحمد لله يعني انا اتمنى من المباراه الجايه مع فرنسا ان احنا نجتازها، لان احنا من سنه 93 احنا خدنا بطوله العالم 93 تمام، من سنه 93 حققنا المركز الرابع اكثر من مره، ده خدناها تحت 21 سنه برضو يا كابتن. نفس الجيل دوت اللي هو منتخب الشباب تحت 21 سنه خدنا بطوله العالم، كان الله يرحمه كابتن جمال شمس هو مدرب برضه وكان بيساعده الكابتن محمد الالفي، و 99 خدنا ثالث عالم في قطر كان المدرب الكابتن سيد سليمان، وخدنا رابع عالم كذا مره الكابتن عبده عبد الوهاب والكابتن وائل عبد العاطي والكابتن عاصم السعداني. لكن منتخب الكبار لم يحققها ولا مره كابتن عاصم. الكبار خدنا رابع عالم واخر انجاز لينا ثامن عالم. انا بس اوضح بس لسيادتك وللساده المشاهدين ان بامكانياتنا المحدوده جدا 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 احنا من افضل 8 فرق على مستوى الرجال في العالم. من كام فرقه اعضاء في الاتحاد الدولي؟ 209 دوله. انك تكون الثامن على 209 دوله يعتبر شيء كويس الحمد لله، وانت هنا حاليا دخلت المربع الذهبي برضه على 209 دوله وكسبت فرق دول كبرى في مجال اللعبه زي فرنسا كسبتها فرق 5، زي السويد كسبتها فرق 10، النهارده النرويج تاني العالم في الرجال. طب اقرب بطوله لكاس العالم للكبار امتى يا فندم؟ انتهت في يناير اللي فات، والبطوله المقبله ان شاء الله هتكون في مصر هنا هتستضيفها مصر. هل ممكن التعويل على الولاد دول ان هم يكونوا عناصر اساسيه في المنتخب الاول؟ اكيد هيتم الاستعانه على الاقل انا في تقديري وبخبرتي المتواضعه بثمان لاعبين من دول هيكونوا هتشوفوهم ان شاء الله 2021. طب مين ابرز لاعب يعني لفت نظرك في المجموعه الرائعه دي؟ يعني في بعض الناس ركزت جدا على حارس المرمى عبد الرحمن طه، هل في حد تاني لفت نظر؟ عبد الرحمن طه النهارده برضو احد اسباب فوزنا، اللي هو اللي ما لعبش الشوط الاول لعب الشوط الثاني. وطبعا ما كانش موفق في البدايه، انما في الربع ساعه الاخيره كان الفرق 4 لصالح النرويج. الحمد لله بالروح والعزيمه والاصرار للاعبين والجهازهم الفني والاداري الحمد لله قدرنا نعوض الفرق وتقدمنا، وصلنا فرق 3 كمان. ده طبعا شيء يضاف للاعبين ان بالاصرار والعزيمه قدروا يعوضوا فارق 4 اهداف امام فرقه من الفرق الكبرى. النرويج فرقه عاليه جدا جدا ومن احسن الدول في العالم في مجال لعب. وخليني اعيد التذكير والتاكيد ان احنا برضو بامكانيات محدوده تم اعداد هذا المنتخب. يعني هضيف بس بعد اذن حضرتك، احنا عدد اللاعبين في مصر كره اليد 17800 لاعب ولاعيبه. عارف حضرتك ان النرويج فيها كم لاعب؟ 1,300,000 لاعب. شوف الفرق بقى كبير جدا. احنا فعلا يعني الاتحاد كتر خيرهم برئاسه المهندس هشام والاستاذ عظام جزاره بينحتوا في الصخر فعلا عشان نقدر نقدم اللي احنا ده المعنى اللي انا عمال اكد عليه من اول ما اتكلمنا في الموضوع ده كابتن عفت، انه احد مميزاتنا احنا كمصريين، المصري اذا اراد فعل. فقط يعني فقط كلام سيادتك 100% تتوفر عنده العزيمه الاكيده انه يعمل الاعجاز ده او الانجاز ده هيعمله طبعا. يعني دائما يا سعاده الباشا الثواب على قدر العطاء والمشقه. طيب انا مش عايز يعني احدد اسماء مع حضرتك، لكن برضو من ضمن الاسماء اللافته للنظر اسامه سامي، يعني يقال ان هو مميز جدا في ضربات الجزاء. النهارده كان غير رميات الجزاء كان متميز جدا في الرايت وينج الجناح الايمن.
ونسبة تصويب وفراميات الجزاء كانت 100% الحمد لله، وغير انه خد يعني جات له كرة في الجناح دخل وبمهارة عالية جدا جدا، كرة من الجناح من الرايت وينج من الجناح اليمين، وكرة من الليفت وينج من الجناح الشمال بعديها على طول. تمام. وده من 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 مميزات هذا الفريق، ان عنده مبدا بنسميه مبدا الانتشار العرضي، ان بيستغل مساحة عرض الملعب بالكامل، فده بيوسع الجبهة الدفاعية للدفاع. طيب احنا ده يقودنا الجملة سريعة، طبعا احنا مش في وضع التحليل الفني، لكن جملة برضو نطمئن بيها الناس او نلفت نظر الناس الى اهم ملامح اعداد الفريق. الاشارات اللي حضرتك بتشير اليها لانتشار الفريق على النحو ده وتأدية المباراة بالشوطين الرائعين دول، بعض الكلام مثير لانه اللياقة البدنية بالنسبة للاعبين في افضل حالتها، ولا حضرتك شايف انه ممكن يكون في بعض الفرق الاخرى ممكن تتفوق عليه في مسألة اللياقة البدنية؟ الحمد لله، برضو ده سؤال مهم جدا جدا، لأن الفريق بتاعنا ده سابع مباراة يلعبها في 9 أيام. تخيل حضرتك بتلعب يعني 7 مباريات في 9 أيام، ده حمل عالي جدا، بس الحمد لله الاتحاد موفر جهاز فني وأخصائيين للأحمال ممتاز، وإعداد المسابقات المحلية أيضا بيطبع اللاعب المستوى الدولي، لان احنا بنعمل دايما ماتشين في الدوري المحلي ورا بعض خميس وجمعه عشان نمشي مع النظام بتاع بطوله العالم باستمرار. تمام. بشكرك كابتن، وبس في الختام بفكر برضه مشاهدينا المباراه الجايه ان شاء الله يوم السبت الساعه 6 مش كده برضه يا كابتن عفت؟ مع الساعه 6 مع منتخب فرنسا ان شاء الله، واحنا كسبناه في الادوار التمهيديه، كان في المجموعة معانا كسبناه فرق 5، وده طبعا إنجاز كبير جدا برضو، كفرنسا من أفضل الدول في العالم. طب ده يطمننا يعني، حضرتك تتوقع إن شاء الله مصر تفوز بالمباراة ولا برضو ولا المسألة؟ لا المباراة دايما بتبقى في الملعب مع الفرق الكبيرة، بعدين بيرجع لتوفيق اللاعبين وتوفيق الجهاز المدرب والجهاز الفني، وأيضا السفارة بيبقى ليها دور. إن شاء الله كل التوفيق نتمنى لمنتخبنا طبعا، وسعدت بحضرتك، شكرا جزيلا لمشاركة حضرتك معنا كابتن عفت رشاد. أنا تحت أمرك، وأنا اللي شاكر جدا على اتصالك. المحاضر الدولي رئيس لجنة المدربين للاتحادين العربي والمصري لكرة اليد، رئيس اللجنة الفنية لاتحاد كرة اليد. وزي ما قلت مشاهدينا الكرام، إن شاء الله في أقرب فرصة نستضيف عناصر مميزة من المنتخب، وأيضا رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وبعض القائمين على هذا المنتخب الرائع بإذن الله في القريب العاجل يكون لنا لقاء هنا في الاستوديو. نعود إلى بقية أنبائنا في هذه الجولة الإخبارية. واحد من الأخبار الحزينة التي هيمنت على الشارع المصري وفاة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، حيث شيع جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي وفاته المنية فجر اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. دكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نعت الراحل ومعها جميع الهيئات والقطاعات في الوزارة، نعت الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذي توفي عن عمر ناهز 67 عاما بعد صراع مع المرض. ولد الفيشاوي عام 1952 بمحافظة المنوفية، وتخرج في كلية الأداب، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني في منتصف السبعينيات من القرن العشرين، وقدم على مدار مسيرته الفنية حوالي 270 عملا للسينما والتلفزيون والمسرح. يرحم الله الفنان الفقيد. يرحم الله الفنان الراحل فاروق الفيشاوي رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته. للمزيد أيضا من الحديث حول سيرة الراحل فاروق الفيشاوي، ورحب بالأستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني، انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. لعله يعني في مثل هذه المناسبات ما فيش مساحة للأسئلة الكثيرة، لكن ما الذي يمكن أن نقوله في تأبين الراحل فاروق الفيشاوي؟ يعني الحقيقة احنا بنتكلم على ركن أساسي من أركان الفن على مدار 40 سنة اللي فاتوا، رحل النهاردة فاروق الفيشاوي، يعني واحد من أهم النجوم اللي موجودين على الساحة خلال فترة الثمانينات والتسعينات والألفينات، وحتى وفاته كان برضو موجود. يمكن اللي محدش يعرفه ان اللي اكتشف فاروق الفيشاوي الفنان الكبير عبد الرحيم الزرقاني، كان بيحضر مرة على مسرح الجامعة
فشاف روسي وهو بيمثل وهو في كلية آداب، فبعت له المساعد بتاعه وقال له عايزك. قال له ايه رأيك يا ابني تيجي تدخل معهد الفنون المسرحية؟ قال له انا في الكلية الصبح وبتاع. قال له احنا بندرس بعد الظهر. وفعلا راح عشان يدرس بعد الظهر. قال له انت هتحل لنا أزمة كبيرة جدا في حكاية الشرير او النصاب اللي شكله جميل، لان قبل فاروق الفيشاوي كنت هتلاقي النصاب او الشرير شكله وحش وطالع بمكياج حتى وحش، فبتعرف ان هو منفر. لكن فاروق الفيشاوي حل المعادله دي فاصبح النصاب العصري الجان الموجود اللي هو كان موجود في فتره السبعينيات. انطلق فاروق الفيشاوي وساب لنا بصمات كثيره، بدايه من يعني اول دور يلفت النظر بالنسبه له كان في مسلسل ابناء الاعزاء شكرا او بابا عبده زي ما الناس عارفاه. طبعا كان دوره في المسلسل ده برضو ما اعرفش هل ممكن توصيفه بالشرير، لانه في ناس كتير جدا ما حبتش الدور ده، لكن برضو ما قدرتش تكره فاروق الفيشاوي. وهي المعادله هنا بقى ان انت حتى لو ما حبتش الدور مش هتكرهه. فهنا طبعا ده كانت البدايه لفت الانظار. دي الجزئيه اللي اكد عليها الراحل العملاق عبد الرحيم الزرقاني. طبعا. وبعدين اول بطوله كان اداها له المخرج سعد عرفه والد شريف عرفه وعمرو عرفه، لما جابوا اسند له دور البطوله في فيلم مرزوقه سنه 81. بعد كده انطلق فاروق الفيشاوي. هنلاقي ان فاروق الفيشاوي اعماله كانت في السينما، يمكن التلفزيون يجي في المرتبه الثانيه والمسرح في المرتبه الثانيه. هو عمل اكثر من 140 فيلم، ف أدوار مهمة جدا. لكن برأي حضرتك يا أستاذ أحمد، إيه الإضافة اللي أضافها فاروق الفيشاوي؟ لو في علامات ممكن أنت تشير إليها تقول إن دي فعلا إضافات للدراما المصرية أو السينما المصرية. مثلا في السينما هتلاقي إن في دورين كانوا مهمين جدا هو كسر بيها التابوهات كانت موجودة. في فيلم المشبوه مع عادل إمام وإخراج سمير سيف كان هو قايم بدور ضابط الشرطة. اعتقد ان افضل من قدم دور ضابط الشرطه كان فاروق الفيشاوي. السبب ضابط الشرطه دايما في الافلام كان بيبقى يعني اشبه بالقالب الثابت اللي ما بيتحركش، ولكن فاروق الفيشاوي قدمه من لحم ودم وقدمه بشكل نفسي جدا وكضابط كانسان قبل ما يكون ضابط. الحاجه الثانيه في السينما برضو كان في فيلم اخراج حسين كمال وبطولة نبيل عبيد اسمه أرجوك أعطيني هذا الدواء، كان قايم بدور طبيب نفسي، وإحنا عارفين إن السينما لما بتناقش الطبيب النفسي بتجيبه أشبه المريض، أشبه بالمريض أو المريض أو المريض النفسي. ولكن فاروق الفيشاوي قدمه بشكل إنساني كبير جدا. تمام. عنده في التلفزيون علي الزيبق، وافتكر إن ده من الأدوار المركبة جدا جدا اللي ما كانش حد يقدر يقوم بيها غير فاروق الفيشاوي. هو جمع ما بين توازن غريب جدا ان هو ممكن يلعب دور شرير لكن في نفس الوقت الجمهور يحب. اللي هو مسلسل ايه يا فندم؟ علي الزيبق. علي الزيبق. دور مركب. صحيح. وفي مسلسل اللي هو ليلة القبض على فاطمة كان دوره شرير بس في نفس الوقت الناس كانت بتحترم فاروق الفيشاوي. تمام. انا برضو سامحني لضيق الوقت، لكن السؤال التقليدي في مثل هذه المناسبات، مره اخرى نترحم على الفنان الراحل ربنا يرحمه رحمه واسعه. الله يرحمه. ولكن الاسئله التقليديه ربما تبدو ممله، ولكن يعني بتاتي بين الحين والاخر. مين ممكن يكون امتداد لفاروق الفيشاوي؟ مع التاكيد طبعا انه حسب راي كثير من النقاد انه ما فيش حاجه اسمها امتداد لحد، لكن اذا صح التوصيف او التعبير انه لو فاروق الفيشاوي مدرسه او ليه ملامحه الخاصه، مين اللي ممكن يكون ماشي في نفس السياق او مكمل المشوار؟ اعتقد ان فاروق الفيشاوي بصمه وخلصت، لكن هناك من يستطيع ان يلعب نفس الدور مع اختلافات بسيطه. في كتير ولكن اهمهم ان احمد فاروق الفيشاوي مش خليفه فاروق الفيشاوي في ادواره. هو موهوب لكن مش خليفته في ادواره. صحيح. لكن هناك الكثير، في آسر ياسين ممكن يلعب الدور ده، في غيره ممكن يلعب الدور، لكن فاروق أعتقد أنها بصمة والبصمة ما بتتكررش مرة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني بالأهرام العربي متحدثا إلينا عبر الهاتف من القاهرة. مرة أخرى يرحم الله الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.
نخرج إلى فاصل مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل نبدأ معكم حديثنا في أولى فقراتنا الحوارية في حلقة الليلة. أول اجتماع للحكومة الجديدة، الحكومة في العالمين الجديدة، مرحلة جديدة من الإصلاح الإداري. ضيفنا الكريم اللي هنشرف به بعد قليل دكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية المستدامة. بعد قليل نلقاكم.